السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طول عمرنا بنسمع عن الطب البديل او طب الاعشاب، لكن عمركم سمعتوا عن عشبة بتعالج الدمامل او تجمعات اللي هي الصديد او اعزكم الله القيح اللي بيبقى تحت الجلد؟ طبعا احيانا ممكن الانسان تمر عليه فترة يلاقي نفسه مثلا بسبب ما، يعني لعب مثلا في دراعه، في ايديه، في اي مكان في جسمه، بيطلع مكانه دمل او يبدا يتجمع زي صديد تحت الجلد. فطبعا احنا المتعارف عندنا المرهم الاسود، ولكن انا هوريكم حاجه مختلفه دلوقتي. حماتي قالت لي عليها، قلت لها في دراعي طلع لي زي دمل، وطبعا يعني مش بعرف احرك دراعي كويس. قالت لي روحي البلكونه هوريكم بقى العشبه اللي انا بقول لكم عليها، هقول لكم على طريقه استخدامها. اللي هي دي اسمها يدي دمار اوت، او يدي دمار قوت، يعني السبع عروق بمعنى اصح، او الترجمه الحرفيه. حماتي بتقول لي بناخد العشبه ديت وبنسخنها على النار، بنحطها مثلا على طاسه من ناحيتين، بنغسلها الاول وننشفها ونحطها على طاسه بحيث ان هي تسخن، وبعد كده بنحطها مكان الوجع بدل المرهم الاسود، وبنغطي المكان كويس او بنلف عليه شاش وبنقفله، وبنسيبها. وبعد كده هي بتسحب ال، يعني اعزكم الله، الصديد او القيح اللي في الحبوب اللي هي تحت الجلد ديت، او في الدمام اللي تحت الجلد، وبعد كده بتتصفى لوحدها. عندي اهي دي طاسه على النار، على نار هاديه خالص. غسلت الورقه بتاعتنا او العشبه بتاعتنا، هنحطها كده شويه على نار هاديه ونسيبها لحد ما تطرى وتبقى دافيه، وبعد كده هنحطها على مكان الجرح او مكان الدمل. تمام. طبعا انا يعني الدمل موجود في دراعي، فمش هينفع ان انا اوريكم دراعي، بس ان شاء الله هبقى اقول لكم النتيجه بتاعته. اهي دي شكلها بعد ما طريت خالص وبقت سخنه على فكره، يعني المفروض ان انا استنى عليها تهدى شويه، وبعد كده هبدا احطها على المكان اللي فيه الدمل او الوجع، وان شاء الله هبقى اقول لكم طبعا النتيجه، لان مش هينفع ايه زي ما قلت لكم اوريكم دراعي. اهي بالشكل ده كده، هي طريت على فكره، فخلاص قفلنا عليها. عاوز اقول لكم بقى من خلال تجربتي ان الخراج او الدم اللي هو ناشف قوي وشدد الجلد، بعد ما بنستخدمها بنحس ان الجلد بدا يطرى، وان المكان بتاع الخراج نفسه بدا ان هو يهدى شويه. ولكن طبعا حمدي قالت لي محتاجين نكرر العمليه كذا مره، وممكن بقى نستخدم كمان من الطب البديل، ممكن نجيب بصله ونشويها على النار وهي دافية، ناخدها كده زي الكريم او زي المرهم ونحطها، ونحط معاها الورقة ديت ونلفها ونغطيها، بإذن الله بتسحب كل الصديد او كل اللي موجود جوه الخراج اعزكم الله، وبتخفف الموضوع جدا. فدي حاجة جديدة كنت عرفت عنها وحبيت ان انا اشاركها معاكم. وكده يكون خلص الفيديو بتاعنا للنهاردة، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. متنسونيش من صالح دعائكم، بحبكم في الله، اترككم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.